سامه اليوم باش نعملو رز اصعب. لهنا قصيت البصل تاعي، قصيت البصل شويه كيما قاعدين تراو، حطيت اللحم تاعي قصيتو وغسلتو بالكدا وحطيتو، باش نفرش ثلاثه من فوق الثوم والبصل اللي باش يبننوا لي الصوص نتاعي. باش نفوح اول حاجه باش نقليهم بالكدا، بعد باش نفوح نحطهم يتقليو على الغاز وبعد نفوحو. بعد ما قلينا ذبلنا البصل وقلينا معاه اللحم شويه والثوم، ما قعد كان نشفوحو. لهنا عندي مغرفه صغيره سيب بكرويه، معاهم نص مغرفه صغيره كليلو زعتر، عندي مغرفه صغيره فلفل اكحل، لهنا مغرفة كركا، مقعد كيف باش نحطو مغرفة صغيرة ملح مش معادية برشا. توا باش نرجعهم على الغاز يتقليو بالكدا، ومن بعد باش نزيد الماء، نزيدو زوز كيسان ماء ونخليهم يرتبو في عقب. انا الرز نتاعي لهنا صمتو في الماء، ما ياخوش ياسر وقت نتاع دريجين هكاكا. اول حاجه نعملوها بعد ما اول ما نهبطوا الرز نصفيوه من الماء، اول حاجه نعملوها نحطوا مغرفه زبده خاطر ما دام سخون باش نجم نقبلنا الزبده. بالنسبه للصوص نتاعي طابت حاضره، لهنا نحاولوا نحركوا بالكدا باش نضربنا الزبده. عندي فرماج توابع، سينا اللي يحب ينجم يعمل بريي، يعمل يقصوا دي كاري، نجمو نزيدو الزيتون سلامي، نقصو الفرماج نتاعنا نحطوه. انا باش نقص الفرماج نتاعي دي كاري صغار لو طون لي سخنت الصوص باش نسقي. انا حطيت شويه فرماج رابي باش نبدا نسقي الصوص نتاعي، نسقي الرز بالصوص اللي عملته. انا الصوص زدتها ورقه ترام، وطوى عندي الفرماج نجمو نزيدوه زيتون، نزيدوه سلامي، بقعد كي مش قدمو. توا الرز نتاعنا احضر، ان شاء الله تكون عجبتكم الرسيت. كل عادة اللي مازال ماهوش اباني كليكي على كلمة اباني، واللي ما عنده اي سؤال يخلي لي كومنتير. بسلامة.